بسم الله والابن الروح القدس الآن واحد آمين. منتظر حضراتكم في هذا الفيديو السعيد استكمالا للبث اللي قطع. عفاف عزيز أهلا، عذرا على انقطاع البث يا جماعة. كيرو للتأكيد كل اللي يشوف البث ده ما ينساش يروح يضغط على زرار اليوتيوب عشان يتابعنا، لأن معظم الوقت هكون في لايف يوتيوب. موفيد أهلا ويلكم. البث قطع، بطارية للأسف، وأنا متعلق في الشاحن وأنا متعلق في الشاحن. هشام يوزر 018 آخره أهلا. استكمالا قول سؤالك يا أستاذ هشام، هل كان يعلم أنه سيصلب؟ وإن كان يعلم الغيب ويعلم أنه سيصلب، هل كان راضي عن فكرة الصلب؟ طبعا كان راضيا عن فكرة الصلب. بقول لحضرتك العهد القديم كله، حضرتك قريت العهد القديم كله نبوات عن الصلب. والسيد المسيح قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها، يقصد نفس البشرية. فهد جوين أهلا، سؤالك يا أخ هشام، ايه السؤال اللي بيقوله؟ قول السؤال. ايوه ايه السؤال؟ قول السؤال، لأن البث اتقطع. عذرا 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 عذرا، وأنا جنب الشاحن. ومن ضمن النبوات يا أخ يوزر 018، من ضمن النبوات سفر أشعياء النبي كله بيتكلم عن السيد المسيح، ومزمور 22 كله بيتكلم عن السيد المسيح، خلاف بقى كل النبوات بتتكلم عن السيد المسيح، خلاف ان هو هيجي الحكم المقسط، خلاف ان هو كمان كلمة الله وروح منه. بص الغزوات او الاحتلال العربي في الشرق الأوسط جه بالطريقة دي، ابتدى بالطريقة دي. دلوقتي بقى الاحتلال والغزو عن طريق مؤامرة اسمها غزو الأرحام، دي شوفها على اليوتيوب عندي على القناة. ما انا برد لك على سؤالك، اندونيسيا بقى والناس دي فهمت نفس الإسلام اللي مفهوم في الشرق الأوسط؟ ده سؤالي، ده ردا على سؤالك. لكن اللي حصل في الشرق الأوسط ده احتلال، كان احتلال وغزو وبشهادة شيوخ مسلمين كمان. ما انت اندونيسيا دخلت الإسلام امتى؟ امتى؟ ما البابا شنودة، فين الفيديو اللي انت بيقول كده؟ فين الفيديو اللي البابا شنودة بيقول كده؟ ممكن تجيب الفيديو؟ انا هجس. يا عم انا حقي اللي انا هجس، انت متضايق ليه؟ سمعت بمعرفة الجامع بين بيسو جيمينج. سيبك من احتلال الغزوات، خليك في إثبات عقيدتك. لا ده مش فتنة، ده حقيقة تاريخية، واللي بيأكدها شيوخ المسلمين. وعلى يعني على سبيل المثال الشيخ نشأت زارع، عارفه ولا مش عارفه؟ هو ايه الفتنة دي؟ الفتنة ده اللي انت بتعمله لما تيجي فاكر نفسك هترهبني يعني. لا هي احتلال وغزو بشهادة اسمه البابا شنودة، ماشي؟
وأنا بتابع المراجع والمراجع صح وأدق من أي حد. طب وفرنسا اللي قتلت 1,000,000 مسلم جزائري وحولت مسجد كتشاو إلى كاتدرائية؟ أنا ضد أي اعتداء. مش معنى تقول لي اعتداء هنا أقول لك اعتداء لا هنا لا. بص سروميل، بص يا معلم، احنا كمسيحيين مصريين كلنا كنا مسيحيين كلنا، مفيش واحد كان ديانته حاجة تانية، فكنا بنختار ما بين اتنين. عارف الاحتلال كان ما بين نارين، يا تحتل من واحد من نفس دينك يا تحتل من واحد بره دينك، كلاهما محتلين، ده غازي وده غازي، ايه رأيك؟ غزو مقدس يعني. وبالنسبة للتنصرينيين اللي بينصروا أفريقيا وبيستغلوا فقرهم وجهلهم، هل عندك رد؟ أنت متأكد إن هما بيستغلوا فقرهم؟ يعني هما مبيخلوهمش مفيهمهمش دين قبل ما يغيروا، ولا بيستغلوا فقرهم؟ وهل ده حركات الإسلامية في الدعوة ما بتستغلش نفس النقطة دي؟ اثبت لي إن المسيح من نسل عيسى من نسل إسماعيل. السؤال غلط، المسيح من نسل إسحاق، لأن إسحاق ابن الموعد. راجع معلوماتك الله يكرمك. هما اليهود هيدخلوا ملكوت السماوات ولا لأ؟ أنا مسيحي. اللي مش هيآمن بالمسيح على كلام الكتاب المقدس لن يدخل ملكوت السماوات، ليس بأحد غيره الخلاص. حتى المسيحي اللي مش هيمشي على السلوك المسيحي والتوبة، التوبة هي اللي هتفصل، هتفرق ما بين حد مسيحي هيدخل وحد مسيحي عايش في الخطية. دنس نفسه، اللي هيدنس نفسه ومش هيتوب، مش هيتوب لربنا، ده مش داخل السما بقى. عشان تخش السماء بالنسبة للكتاب المقدس وإيماننا المسيحي، لازم تقبل المسيح إيمان، ولازم تتعمد وتعمل أعمال صالحة، وصاية النعمة، الصوم، الصلاة، والتناول، والاعتراف. غير كده الكتاب المقدس ما قالش إن حد داخل. من لم يولد من الماء والروح لا يقدر يدخل ملكوت السماوات، والولادة من الماء والروح المقصود بها المعمودية. لا مش كلكم، امال فين اللي كانوا امنين بعقيدة بني اسرائيل؟ ايه عقيدة بني اسرائيل؟ مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها ايه؟ اليهود اللي ماتوا على رجاء ان المسيح هيجي ويفديهم، دول زينا، دول مخلصين هيروحوا بإذن الله السماء. اللي عملوا اعمال صالحة وعايشين على رجاء قيامة السيد المسيح وميلاده، ميلاده وصلبه وقيامته، دول رايحين بناء على كلام الكتاب المقدس اللي هو كلام الله. لكن اللي رفضوا المسيح ورفضوا صلبه ورفضوا وعايشين بخطاياهم مكبرين دماغهم، دول لأ. عفوا تمام. موعد ايون، موعد ايون نيرت ايه؟ طب أحلى بلوك لسيادتك، عشان أنت فقدت الاحترام في الكلام. مش هنؤمن بحرف من كتابك لأنه كله محرف وغير معترف بيه عالميا. قرآنك يشهد للمسيح ويشهد للمسيحية، مش عايز تؤمن أنت حر. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل أهل الذكر. سورة يونس قريتها ولا ما قريتهاش؟ ولا أنت جاي تتهجم وبس؟ لا أنا بتكلم عن المؤمنين بإله واحد وأن موسى نبي. ما إحنا بنؤمن أن الله واحد، مفرقوش كتير.
التثليث موجود، التثليث والتوحيد سويا موجودين من العهد القديم من أول صفر، وكان روح الله يرف على وجه المياه. روح دور عليهم. انت ناسي الكنيسة المصرية لما راحت لاجئين سوريين على حدود الأردن واستغلت فقرهم يا راجل؟ طب ليه انت ما تدخلتش واستغلت فقرهم ودعيتهم للديانة التانية؟ مش كلام برضه. أهم القرآن مجد المسيح مجد عذراء وأنجيلك أهانهم. بطل كذب يا حاج، بطل كذب يا حاج. الإهانة لما يكون في رتبة وأنت تنزله، سيد المسيح هو الله ومش صلبه ولا حتى إهانته من البشر هي اللي هتنزله، لأن قيمته مش في تعامل الناس معاه، قيمته في ذاته. ده تفسيرك انت دول المسلمين يا باشا بجد؟ طب غيروا ليه؟ ما تقوليش انهم عشان فقرهم. الدول الأجنبية بتديهم كده كده معونات، والدول الأجنبية فين اللي هيبشرهم بالمسيح يعني؟ ده هم عايشين في الطراوة بس مش كلهم، فيهم قديسين يعني بس مش كلهم برضو. يوسف مو 27، أهلا بيك. مش كلهم شكرا على القلب. ليس بأحد غير السيد المسيح الفداء والخلاص، وليس اسم فوق تحت السماء ولا فوق السماء له ينبغي أن نسجد سوى الله رب المجد يسوع الواحد مع الآب والابن في الجوهر. الواحد مع الآب والابن في الجوهر، وقلنا فكرة التثليث الله سهل علينا واحنا انتوا بتصعبوها على نفسيكم. الله قال قد خلقنا الإنسان على صورتنا كشبهنا. الله ثالوث وخلق البشر زيه ثالوث، ولكن ليس زيه 100%، ولكن زيه في التثليث والتوحيد. جسد، نفس عاقلة، وروح جوانا. الله هكذا. طب بتسجد ليه للقسيس وانت بتعمل مطانية؟ حلو، سؤال جميل. انا عن نفسي ما بعملش كده. لو انت بتعتقد ان ده عبادة ما تعملهاش. احنا بنعملها لو حد بيعمل كده بيعملها كاحترام مش اجباري، مش المطلوب اجباري يتعمل كده. مطانية احترام، ودي موجودة ليها برضو في الكتاب المقدس، ان كان فيه اشخاص بيعملوها احترام لبعضيهم مش سجود، لان مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. جميع ايات المسيح لأمه ولا يوجد بها اي احترام او تقدير، بعكس القران اللي مجدهم اعلى من شانه. الكلام ده مش مظبوط برضه، لان المسيح لما قال لها يا امراه، المقصود بامراه، امراه معناها ايه؟ من كل امراه، لانها اخذت من امرئ، من راجل. الضلع اللي اتاخد من آدم واتعامل بيه ربنا خلق بيه حواء، لأنها من امرئ أخذت. عرفت إنك مش بتسجد لله بس؟ لا، كلامها غلط. الانحناء اللي بتعمل لما تعمل الانحناء ده لأبوك أو لو حد من قرايبك أو لو حد كبير كاحترام، ما يعتبرش سجود. وده حتى موجود في البروتوكولات الدولية، ممكن ناس تنحنى لبعضها. الانحناء لبعضها ده مش معناه ان هو بيسجد له او بيعبده. ازاي يسوع ما كانش عارف انه هيتصلب؟ لا، كان عارف انه هيتصلب. وبلاش الاسئلة السخيفة المؤاخذة يعني، اللي
تعبر ان انت قريتش كتاب مقدس، ماشي؟ لا مش انحنى، ده سجود كامل. لا مش سجود كامل، سجود كامل ليحمل معنى العبودية لو حصلش. اثبت ان هو قال ان هو مش عارف ان هو هيتصلب، صدقني قلت لك ان مش سجود، مش سجود، مش سجود. السجود هو الكفر، والسجود هو الانحناء الذي يحمل معنى العبادة. لكن الانحناء ولا يحمل معنى العبادة ده مفيش فيه أي غلط، ولو في متشكك في الموضوع ده ما يعملوش. سانتوس إسبانيت، لو في حد متشكك ما يعملش. طب التمثال اللي بينزل زيت مقدس أليست وثنية؟ اللي يعبد التمثال تبقى وثنية، اللي التمثال ليه مجرد رمز متبقاش وثنية. طب واتصلب ليه؟ ده تصرف غير حكيم. ازاي يلقى نفسه للتهلكة؟ ده تصرف غير حكيم لما سيادتك تعمله، لكن لما الله يعمله يبقى حكيم. هقول لك ليه، لأن سيادتك دلوقتي معرفش عندك كام سنة. سيادتك اللي عندك كام سنة ده دلوقتي لو أخوك موجود معاك وأخوك عمل جريمة وأنت لبست اللبس بتاعه، وإن أخوك لازم هيتحاكم، العدل إن أخوك هيتحاكم بدل ما قتل، بس أنت لبست اللبس بتاعه فالبوليس جه افتكرك أنت، جه افتكرك أنت، ولازم العدل يتم في واحد من واحد عمل جريمة. فانت هتبقى بديل ليه، بس مش انت اللي عملت الجريمة. الانسان عمل كده في حق ربنا، عمل جريمة، والجريمة دي ربنا قال له موتا تموت يوم ان تأكل من هذه الشجرة، من هذه الشجرة. فمين اللي يموت الموت النيابة عن الانسان؟ لان لو الله قتل الانسان في الوقت ده ومات للنهاية، يبقى في الحالة دي الموت هيملك على كل البشر، وفي نفس الوقت رحمة ربنا سقطت. طب عدل ربنا ان هو يموت؟ فالله لانه بيحبنا من قبل ما يخلقنا عارف ان ادم هيعمل كده، فدبر الفداء، والفداء دبره في خطة الفداء، اتخذ جسد زينا عشان يتمم الفداء ويتصلب ليحقق العدل الالهي مع الرحمة الالهية. واللي احنا كبشر ساعات بنعدي حاجات كتيرة جدا، يعني انت ممكن تقول لحد حاجة والعقاب بتاعها وتعديها، اصل من قرايبك، اصل مش عارف من مين، اصل شايب الياسمين، اصل الكلام اللي ملوش لازمة. لكن الله ما يعملش كده، الله كامل في كل صفاته. إلهي إلهي لماذا تركتني، معناها عدم رضا المسيح بالصلب والإهانة والبصق عليه واللعنة. الكلام ده مش مظبوط، لأن أكتر من جزء السيد المسيح قال ان هو ابن الانسان هيصلب وهيقوم وهيصعد واشار لكده مع تلاميذه كتير. اللي قاله بسبب ضعف الطبيعة البشرية اللي متألمة جدا، بس ولأن دي تدل ان المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين، النسوتية واللاهوتية، والطبيعة اللاهوتية لم تطغى على الطبيعة النسوتية، فبالتالي اللي حصل على الصليب كان فعلا المسيح بيتألم، وبلاهوته لم يرفع الألم عن الناسوت لكي يكون الألم والفداء كاملا، عشان لما يجي يحاسبني ويحاسبكم ويحاسب البشرية كلها، أجانب، مصريين، أبيض، اسود، كل الأديان، كل الأجناس، كل الأعراق، مفيش حد يبقى ليه عذر، لأن ساعتها يتقال لنا هو دفع فينا التمن. الله يقول لك أنا دفعت التمن وأنت استهنت بيه، يبقى تستاهل العقاب. استهنت بدم المسيح، بدم الله اللي فداك، جيت واتريقت عليه بدل ما تحبه،
بدل ما تقبله. دلوقتي انت شفت ضابط في الجيش، الضابط في الجيش ده كان لابس لبس مدني لأي ظروف في الشارع، وتعاملت معاه بطريقة وحشة، وهو يقولك أنا ضابط في الجيش. يا عم أنا ضابط في الجيش، تقول له اثبت يا عم أنا ضابط في الجيش. طب أنت لابس كده ليه؟ أنا ما أنت مالك يا أخي؟ هو عنده مهمة بيعملها في الوقت الحالي ده، قالك كده وفضح لك إن هو عامل دي مهمة كان لازم يعملها. أنت مصمم جيت في وقت زنقة كان هو الراجل المسؤول في المكان ده وقال لك انت مش هتعدي. احنا دلوقتي اللي بيرفض المسيح وألوهية المسيح بيعمل زي الموقف ده، بيقول له انت مش الله. تخيلوا لما تيجي تتفاجئ يوم الدينونة وهو بيحاسبنا كلنا، هنقول ايه؟ ايه رأيكم؟ هتقولوا ايه؟ هتقولوا ايه؟ طب ما انت بتقول إله اهو، ليه هيحاسبني على حاجة ما عملتهاش؟ وبعدين لو عايز يغفر لي هيغفر لي من غير ما يهين نفسه. لا لا، هو مش الهدف الإهانة، الهدف ان في نقطتين دلوقتي ممكن دون دلوقتي هيتعارضوا مع بعض. لو كان موت آدم كان في الحالة دي عدل الله اقتص، لكن رحمته نقصت. انت خلقه عشان تموته، ولو ما موتوش كان العدل هينقص والرحمة ما نقصتش. والله كامل في صفاته. طب انا مالي؟ ايه اللي يحاسبني وانا عملتش حاجة غلط؟ اقولك انا وحضرتك وحضرتك وكل اللي بيتفرجوا على الفيديو ده واللي هيتفرجوا عليه واللي بيتفرجوا على اليوتيوب عندي واتفرجوا بيشوفك الخطية الجدية والأصلية بتاعت آدم، كلنا بنغلط، لأن الموضوع ده كان خطية دخلت للعالم عن طريق آدم. ولو احنا جوه بدل آدم، يعني لو وسطين أو حضرتك أو حضرتك كنت انتوا البداية كنت هتغلطوا برضه، لأن دي الطبيعة اللي خلقنا بيها ربنا. وعشان انت وانا ما غلطناش قبل كده، وكل لو كنا مكان آدم كنا هنغلط، ودلوقتي دخلت الطبيعة فغلطنا كلنا بقينا نغلط، فربنا حلها لنا هو بنفسه، مات عننا نيابيا بس دفع فينا التمن. ومش معقول هيساوي اللي احترم التمن ده باللي ما احترمش التمن ده. كلنا هنموت مسلمين، ما فيش مفر من خطية، كله هيتحاسب طبعا. بس بلاش كلمة كفار دي لأن ما تنطبقش على المسيحيين. شرحك كله بيعكس الكلام اللي انت مؤمن بيه، بيعكس مش بيعكس على فكرة، هي تشيل الألف دي. مصطفى مجدي فولو، أهلا بحضرتك. ممكن سؤال؟ ممكن سؤال تاج. أهلا. طب أما الرجل ففارغ عديم الفهم وكجحش الفرع يولد الإنسان، معناه الكلام إيه ده؟ كلام جميل، هدور لك في النص وأقوله لك، لكن مينفعش ما أحبش الأسلوب ده. ويا جماعة اللي يبين اللي عايز يفهم من اللي داخل يهاجم، بس يقطع جزء من آية. الآية ما تتفهمش، مش أي آية تتفهم في آية منفصلة أو لوحدها، لازم في سياق الكلام. وما قدره الله حق قدره دم الله، وبيقارن ربنا بجندي، بيقارن الخالق بمخلوق. يا أحمد يا زكي، سيادتك لازم تفهم إن عشان أفهم سيادتك ونفهم كلنا لازم يبقى في وسيلة إيضاح. وسيلة الإيضاح دي عمرها ما تبقى مطابقة لله طبعا، حاشا. ولكن عشان سيادتك تفهم بوسيلة إيضاح وتمثيل، يعني حاجة تمثيلية حاجة تفهيمية، لازم يتذكر لك مثال. والله السيد المسيح كان بيعمل كده مع اليهود وغير اليهود عشان يفهموا، كان بيجيب لهم أمثال من جوه الطبيعة. لو عندك دليل واحد بكتابك مقدس كامل ان يسوع هو الله وليس رسول، انا مستعد بقبول المسيحية الان واعلنها. طب بلاش تشد حيلك قوي، عشان يعني انت مجهز نفسك تسافر بره؟ لو مجهز نفسك جاهز، يلا جهز باسبورك واطلع واعلن ايمانك بالمسيح بره، عشان محدش يقرفك في اي دولة شرقية.
لان في الاغلب لو اتعرف ان انت بقيت مسيحي ممكن يضايقوك. بص حضرتك، عايز دليل واحد عن الكتاب المقدس كامل ان المسيح هو الله؟ اقول لك، بداية بشارة امنا العذراء، بشارة الملاك جبرائيل او غبريال، سميه زي ما تسميه، قال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. امسكها واحدة واحدة. الروح القدس يحل عليك روح الله، فقوة العلي تظللك، العلي اللي هو الله، فلذلك القدوس، القدوس يعني الذي بلا خطية، المولود من بطن يدعى ابن الله. كل ده في آية واحدة. ماشي، عندك في القرآن السيد المسيح مولودا طفلا ذكيا، ذكيا يعني بلا خطية، يعني معصوم من الخطأ. هتقول لي كل الأنبياء معصومين، هقول لك في المسيحية مش كل الأنبياء معصومين. أو هتقول لي حاجة من النص القرآني أو من نص الأحاديث، تقول الكلام اللي أنا بقوله وتأكده، إن كل مولود امرأة نخس من الشيطان إلا المسيح عيسى ابن مريم. صح؟ اشمعنى المسيح عيسى ابن مريم؟ لأن المسيح عيسى ابن مريم هو الله. نكمل. الرسل والتلاميذ شهدوا للمسيح إن هو الله. الشيطان شهد لنفسه، قال له أنت ابن الله، مالنا ولك. لما شال الشياطين من خنازير لاجون، السيد المسيح قال للمرأة الخطية مغفورة لك خطاياك. صح. السيد المسيح شفى المفلوج، وقبل ما يشفيه قال له مغفورة لك خطاياك، قم واحمل سريرك وامشي، عشان يثبت ان هو ليه السلطان على الحاجة الأكبر قبل ما يبقى ليه حاجة العادية. ولو السيد المسيح قال الجملة دي وما كانش هو الله فعلا، كان في الحالة دي كل اللي موجودين حواليه مسكوا طوب ورجموه، لأن هو بيقول إن هو الله، واليهود عندهم ده تجديف، لو هو مش الله يبقى تجديف، يبقى في الحالة دي كان لازم يرجموه، وما رجموهوش يا عم الحاج، ما رجموهوش. ما سألتش نفسك ليه ما رجموهوش؟ دور بقى على النص ده وشوف ايه ده، يعني الشيطان والتلاميذ واليهود اللي ضربوا بالحربة على الصليب، اتأكد، وقائد المئة لما حصلت زلزلة عند الصلب، الحقا كان هذا ابن الله. والمقصود بابن الله مش معناها ان هو اتخذ صاحبة، حاشا، ولكن معناها الابن هنا بالطبيعة الإلهية، الاب والابن والروح القدس، الثلاث جوهر إلهي واحد. عشان كده احنا موحدين بالله من قبل ما انتوا تيجوا، صدقني، خليك بس من قبل ما الإسلام يحصل إن هو يخش الشرق الأوسط، والمسيحيين موحدين بالله. ده ببساطة. غير كده إيه تاني؟ حاجات كتير، حاجات تاريخية بقى، يعني أنا جبت لك من الكتاب المقدس في حاجات تاريخية كتير. ديونيسيوس الأريوباغوس، بيلاطس البنطي، الشخصيات اللي كانت موجودة حضر الصلب، كل دول يأكدوا إن المسيح هو الله. حبيبي أنا عايزك تفهمني، يعني أنا فعلا مش بفهمها بجد، مش قصدي هاجم، أنا شرحت. جاهز، لا متخافش. مش النص ده بس، في كذا نص برضه مش فاهمه، جيب آيات لو سمحت. تمام. لا، الأنبياء مش معصومين. مين اللي قالك كده؟ الأنبياء مش معصومين. طب سؤال، يعني عيسى الله ولا ابن الله؟ البنوة هنا لله مش معناها إنه منفصل عنه أو شخص تاني. الآب والابن الروح القدس، زيها ببسطها لك، الكيان الذاتي لله، عقل الله، روح الله، هما الثلاث الواحد الإله في الجوهر، واحد في الجوهر. أنا المهم بيكون أنجي من عندك، من عندك إنجيل، ما أنا جبت من عندي في إنجيل. سؤال الإخوة المسلمين، وأنا بنت عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيها، إيه معنى كلمة فرج باللغة العامية؟ سهلة يعني، مفهومة لكل البالغين يعني. لو سمحت يا جماعة محدش يكتب بليز، أنا مستعد لو أقنعني. ما أنا قلت لك كل نصوص. بص سهل عليك أكتر، خش على كل اللي موجودين على القناة، كل اللي موجودين على القناة دلوقتي في تيك توك،
يخش على قناة اليوتيوب، يخش على قائمة تشغيل مساحة، والله هيلاقي مليون حاجة، مش مليون بالظبط، هيلاقي 108 حلقة تقريبا، 107. كون أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحوار بين الأنصاري، مين يجاوبني المسلمين؟ ليه محد يجاوبني؟ يعني خلفت بدون جماع، وحضرتك مش شايف تعليق، شفت تعليق. ممكن يجاوبني سؤال واحد فقط، تمام. انا قلت لك علشان رحمها والجهاز التناسلي مقصود بيه كده، فهمت ولا مفهمتش؟ مش هتطلع على اللي طرحته. صدقني رديت، انا قلت لك عشان ارد عليك في النص ده هقرا الجزء كامل. هقرا النص كامل، ادوني دقيقة واحدة عشان لازم ضروري اخش الحمام دلوقتي، مينفعش كده يعني. حرام يا جماعة، ما انا مش هينفعش كنت اقعد ساعتين كده وانا تعبان. يا عم معنى، قولنا معنى كلمة فرج اللي هي الجهاز التناسلي في ايه يا اخ؟ انت تتكلم عن الآية القرآنية؟ ما فيش مشكلة يا جماعة في كلمة فرج يعني. أحسن فرج يعني كاملة الطهارة، لم تتزوج، لم تجامع، طاهرة، بتول قبل الزواج، وكانش في زواج قبل الخطوبة، وبعد الخطوبة، بعد الولادة كمان. son of Jesus، مش مستاهلة كل السؤال ده. son of Jesus مش مستاهلة كل السؤال ده على الموضوع ده. هي معناها ان هي دائمة البتولية قبل الولادة وأثناء الولادة وبعد الولادة. انا فاهم قصدك، وصلت. انت عايز تقول لهم الفكرة دي بالتأكيد برضو ان الله، ان الله حل على امنا العذراء مريم، روح القدس حل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس مولود منك كده ابن الله. انت ما ينفعش تقول كلام خارج زي اللي في نشيد الانشاد. لا مش كلام خارج ولا حاجة، ما هو هنا في فرق في نشيد الأنشاد فيه سادي، إيه يعني إيه الفرق كتير يعني؟ أنا فاهم قصده، نشيد الأنشاد ده ماسكه إطلاقا كلمة فرج، وإن الله حط فمه فيه ونفخ فيه.
أمجد نجيب. العذراء دائمة البطارية. شكرا سان اوف جيسس، ابتديت افهم، يعني فهمت السؤال بتاعك، بس قعدت اتأمل فيه شوية. ما حدش عارف يرد على سؤالك لان انت زنقته. انا فكرت في السؤال برضو، تأملت فيه، عندك حق فيه، بس يعني نسهل عليهم. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تصلي لك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يعني انا برضو لو حد عنده رد على سان اوف جيسس يرد عليه يا جماعة في السؤال ده من فضلكم. يعني محدش عنده رد، يأمن بقى وريحنا، وريح نفسه قبل فوات الأوان. يوزر، ما هو بيقول لك يعني ازاي الله هينفخ في هذا المكان. خليني انا اخرجكم من المزنق ده واقول لك ببساطة ان الله هيحل على من العذراء مريم ويطهر مستودعها، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هو مش المفروض لاهوت لم يفارق ناسوته ولو بطرفة عين؟ جميل، بس عايز اقول لحضرتك بدون مضايقة، هو مش المفروض، المفروض دي فيها ضاد. لاهوت لم الف ه واو ت ه لم يفارق مظبوطة ناسوته نون الف سين واو ت ه، ولو بطرفة عين ت الاخرانية دي بتتكتم مربوطة. ففي حاجات كتيرة بتبقى المفروضة وانا مع ذلك بفهمها، وبحترم رأي حضرتك على السؤال لأن السؤال حلو جدا، بس دي تنبيهات بالنسبة للعربي. مش مشكلة، احنا كلنا بنتعلم من بعضينا. لاهوت لم يفارق ناسوته، كلام مظبوط، ولكن سيادتك لازم تبقى فاهم الجملة دي مقصود بيها ايه، عشان ما يكونش حد زقك بالسؤال اللي حضرتك بتسأله ده. ولو ما حدش زقك وده سؤالك، اهلا وسهلا بيكم، ما فيش اي مشكلة، تشرف ونفرح بأسئلة حضرتك. ان الناسوت وجد في الاتحاد، بمعنى الله قبل وفوق الزمن، ولكن الله اتخذ جسدا، اتخذ الناسوت اللي حضرتك بيتكلم عنه في الزمن من بطن من العذراء اللي بيقول عليها القرآن، زي ما قلنا سان اوف جيسس اتكلم وقال ان نفخنا في فرجها روح. الروح القدس حل لأمنا العذراء في الزمن فطهر مستودعها، فاتخذ الله منها جسد. من اللحظة دي الناسوت لم يفارق اللاهوت، حتى في الدينونة مش هيبقى مفارق، حتى في الدينونة مش هيبقى مفارق، الناسوت لن يفارق اللاهوت. واشكرك جدا، السؤال ده مهم جدا وبيحصل خلطة فيه. الناسوت زمني، الله اتخذ الجسد ده في الزمن، ومش معناها ان الله ما كانش موجود قبل كده، لا، ناسوت الله ما كانش متخذ الجسد اللي احنا شفناه بيه، البشر شافوه بيه في اليهود. اليهود لما شافوا المسيح ناسوت زينا كده لحم ودم، اللحم والدم ده كان في الزمن، جاي في الزمن في وقت معين. اشكرك تاني
وما تتضايقش من تعليق على الكتابة، بس انا هدفي ان برغم ان حضرتك كاتب بطريقة دي بس انا فهمت السؤال. هكذا برضو في حاجات ممكن ما نكونش مستوعبينها لان احنا بنسألها مش عارفين السؤال ده هيتقصد بيه ايه. السؤال لاهوت لم يفارق ناسوت مقصود بيها من بداية تكوين الاتحاد، لان مفيش ناسوت قبل ما كان يبقى موجود ناسوت اصلا. الفرج الشق بين شقين، فرجان فرج الرجل وفرج المعتاد. تمام. الملاك أرواحنا كيف يضع فمه في هذا المكان وينفخ فيه؟ أنا مش مدرس عربي، أنا بسألك يا باشا ولا يهمك. وأنا مبسوط بحضرتك لأن السؤال ده مهم جدا، السؤال ده لاهوتي، فمعنى حضرتك قلت السؤال ده يا حضرتك بتفكر حلوة قوي، يا حضرتك سمعته من حد بيهاجم في المسيحية وهو مش فاهم. حد يقول لي ما أنا فرق بالعامية سنة وجيسس بقى، ما تقفش قوي في الموضوع. كيف الله يكتب كلمة مثل كذا بالقرآن؟ ده سؤال مهم هم يردوا عليك فيه. الروح هو جبريل عليه السلام، يعني جبريل هو الذي تولى المهمة. احنا في المسيحية مفيش حاجة اسمها الروح القدس هو جبريل، عندنا الروح القدس هو الروح القدس. انت جاوبتني عشان انا افهم واعرف فين الصح والغلط. والله في حد زقني انا قاعد لوحدي بس عايز افهم. تشرف، اتمنى اكون كده وصلت في 16. انا انتوا الرسائل هنا غريبة اوي، اليوتيوب اسهل بكتير، هنا اسرع، رسائل كتيرة جدا. ارسل لها ملائكة مريم ابن عمران ماشي، والملائك الموضوع ليه تحرفوا كلام القرآن؟ ومريم ابنة عمران التي حصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. لماذا تحرف كلام القرآن بالظبط؟ لان القرآن هنا نفخنا فيها من روحنا، ما قالش الملائك. لماذا لم تطهر ادم؟ طيب صح، أيوة، يعني اللاهوت والناسوت قبل أن يكون في بطن ستنا مريم كان فين؟ الناسوت في الزمن، ناسوت زمني، لم يكن الناسوت قبل أن يوجد من العذراء، وإلا ما كانش يبقى محتاج العذراء أصلا، وإلا العذراء ما كانش يبقى ليها دور في هذا الموضوع. الله مش هيمثل علينا إن هو أخذ الناسوت قبلها، دي إحنا اللي بنحرف الحمد لله. ايوه، لان هو هنا بيقول النفخ روحنا، ما قالش جبريل. روح القدس حل عليكم، جمع الناسوت مع اللاهوت عمل. لا انت جاي تهرج كده، ودي بقت وقاحة، دي على طول كده البلوك المتين. لما تكبر شوية 3 شهور ولا حاجة بشيل لك البلوك ده لو حبيت. وين كلمة ملاك في آية اللي ذكرتها بالظبط؟ فين؟ حسب الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا يا اختي ريتاش. الروح هو جبريل وليس عيسى. فين اثباتك ده مصطفى؟ منين جايب ان الروح هو جبريل؟ اثبتها اثبتها اخويا، بعطيك اقراها بالانجيل. طالما تبررت مريم من غير صلب فولدت المسيح بدون خطيه، فلماذا لم يطهر انا او لا؟ العذراء ما تبررتش، العذراء لغايه هذه اللحظه ولغايه الصلب لم تكن تبررت. العذراء كانت أكتر واحدة مستحقة نتيجة لجهادها وطهارتها ونقاوتها، ولكنها كانت مازالت تحمل الخطية الجدية، ولأنها بتحمل الخطية الجدية قالت فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي. اسمع اللي جاية، بالله مخلصي. مخلصي من ايه؟ هو انت مش بهرة وطاهرة؟ اه، بس انا محملة الخطية الجدية، خطية آدم. فانصلنا إليه روحنا فتمثل لها بشرا سويا. روحنا يعني الروح، طالما تبررت مريم. ده أنا ردت عليه فارغ، يعني محمد على الشعير بشكل مباشر يتحربوا بالموضوع. يعني ما ردتش على النص، خلي بالك مستني إجابة. أنا بجاوب على أسئلة. أنت مسلم بتحب المسيح؟ أهلا وسهلا. طالما اتبررت مريم من غير صلب فولدت من الخطية، لا هي ولدت المسيح بدون خطية لكن هي نفسها حمل الخطية. انت ابن مين؟ اللاهوت والناسوت. انا ابن المسيح، اللاهوت والناسوت. او فعلا بنتهرب اصل احنا على اخلاق اشرف الخلق. طالما اتبررت مريم من غير صلب، ما انا رديت لك على السؤال ده انت ليه كل شوية؟ انت كل كلامك انه اصلا مش مؤمن انه. لا ده مش كلامي، ده كلام كتاب مقدس. الولادة كانت بدون خطية، نعم أم لا؟ ولادة المسيح بدون خطية لكن الحضارة نفسها حمل الخطية الجدية.
ومات المسيح مش بدون خطية عشان العذراء مش عندها الخطية، لا عشان الروح القدس طهر مستودعها المكان اللي أخذ منه المسيح جسده. يعني إيه جيش المسيحي الإلكتروني أرجو الرد؟ ده غالبا من الاسم ناس مسيحيين بيدافعوا عن المسيحية، وارد يكونوا متفقين مع بعض، وارد يكونوا زيي مش متفق مثلا معاهم، أو اتفقت مع حد أو كده فبندافع عن المسيحية، أو يعني إلكترونيين يعني في السوشيال ميديا. أنا بنعترف إن في القرآن، لا إحنا ما عندناش المسيحية، ما بتعترفش إن في ديانة جاية بعدها أصلا، بس ما ده ما يلغيش الاحترام المتبادل مع أي ديانة وأي إنسان. الروح طهر مريم تطهير وقتي، ده المقصود بيه تطهير لتكون معمل اتحاد اللاهوت بالناسوت. يعني يمكن بدون صلب ولادته ازاي بدون خطية؟ عشان الروح القدس طهر مستودعها زي ما قالت المسيحية، وزي ما اعتقد عندك، زي ما لسه قايلين انه القرآن قال كده برضه. اخويا الغالب المسيح تعرف يوحنا 5:17 اللي بيقول ايه النص بتاعه لو سمحت؟ سلام سلام يا استاذ ريتاش، انت مجاوبتش، ما جاوبتش عليا، قول لي سؤال تاني. انا كل تعليق بمسكه واحدة واحدة، فما قلتش ازاي. اما الرجل ففارغ عديم الفهم وجحش في الرأي، قلت لك لما اقرا النص، انا لسه ما قريتوش اكيد، مش في البث ده، تابعني على اليوتيوب هتلاقيني بقرا النص، بقرا النص باللغة العربية، بقرا النص وهقول لك. شكرا جدا لحضرتك، اهلا بيك، تعيش معنا ابو خلف، اهلا بيك. ممكن سؤال المسلم، اسأل يا أستاذ خالد صلاح، فين الاحترام لينا ده؟ لا صدقيني، الاحترام مش معناها إن أنا تجبريني إن أنا أعترف بحاجة مش موجودة في ديني. لو من 1400 سنة كانوا أجدادنا كلهم عملوا زيي، ما كانش حال الشرق الأوسط هيبقى كده. طهر مريم يعني طهر آدم؟ لأ، لأن آدم لو اتطهر ما كانش هيتطهر عشان هيتخلف منه المسيح، ده راجل. لأن المسيح هيتطهر البشرية بصلبه مش بولادته من العذراء. يعني لاحظ هذا النص يتوافق مع أول آية في يوحنا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. بالظبط، النص ده مقصود بيه على أساس أزلية أخنوم الكلمة، ولكن ليس مقصود بيه ناسوت الكلمة. الناسوت اللي اتخذوا الله اتخذوا في الزمن، لكن المقصود بالآية هنا الولادة الأزلية لأقنوم الابن من الآب، يعني الآب والابن والروح القدس منذ الأزل هما مع بعض. وهما مع بعض هنا مش معناها كده، معناها زي ما بنقول لما أقول الجسد والنفس والعقيلة والروح مع بعض، ده أقرب تشبيه عشان يسهل على الناس اللي بتسمع هذا الفيديو. لماذا لم يطهر آدم ربك قبل ما ينجب ذريته؟ ما عشان قال له يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت، فلازم يبقى قصاص فيه، عدل وفيه رحمة، والعدل والرحمة دول ما يتحققوش غير لما الناسوت يتحد باللاهوت ويتصلب على الصليب، وده اللي عمله المسيح. انتي لن تعترفي براحتك، ما تعترفيش، بس لما تقابليه يوم الدينونة هو الله، فكري كده قبل ما تنام النهاردة، لو هو الله وانت قابلتيه يوم الدينونة هتعملي ايه؟ هتبقى مبسوطة؟ اعتقدش. ساعتها هيقولك ايه؟ هيقولي خش الجنة بتاعتي، ولا يقولك انت رفضتيني ما تخشيهاش. ايه المشكلة يعني يا اخ مصطفى؟ يا اخ مصطفى، هو مش في القرآن النملة اتكلمت؟ صح يا راجل، يا راجل عيب عيب، ده انا مسيحي وعارف ان اللي موجود في القرآن. يعني انت مستغرب ان الحمار يتكلم في المسيحية وعندك في القرآن النملة تتكلم؟ صح، ايه المشكلة ما النملة تتكلم؟ الله قادر على كل شيء، ايه المشكلة؟ لماذا لم يطهر آدم ربك؟ ما دي اجابتك عليها. وقرأنا ذكر اليهود النصارى لم يذكر المسيح، مش ذنبي. والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل تكوين العالم، برضو تدل على الأزلية. صح،
على ايه يا استاذ ديزرت روز؟ تضحك على ايه؟ ماشي. مينا عبد المسيح، اهلا بيك. خالد صلاح، احنا كمسلمين عارفين ان عيسى عليه السلام حي عند الله، حضرتك انت عارف بحاجة كده؟ اه بس حي، اشمعنى المسيح اللي حي عند الله وباقي الناس ماتت بما فيهم الانبياء؟ مسألتش نفسك ليه؟ يعاقب آدم ولا تعاقب ذريته؟ لا، يعاقب آدم وتعاقب ذريته لأن الطبيعة واحدة، لأن إحنا لو مكان آدم كنا هناكل من الشجرة. هتقول لي إزاي؟ هقول لك إحنا كل يوم بنعمل خطية. هو في حد فينا ما بيعملش خطية؟ بس الفرق بقى إن بعد صلب المسيح كل من يتوب، وقبل الصلب السيد المسيح اللي عايش على رجاء الصلب وكان على رجاء الفداء، كل اللي بيتوب في دم المسيح اتغسل ذنبه، لكن اللي مش بيتوب حتى لو كان مسيحي مش رايح السما بدل ما مش بيتوب وداس على دم المسيح. سأخاصمك أمام الله حينها. أوكي، نتخاصم أمام الله حينها، ولكن أكيد واحد فينا هيكون كسبان والتاني هيكون خسران. نرجع لسؤالنا، لماذا الله وضع فمه في مريم بنت عمرو ونفخ فيها حسب القرآن؟ ما اعتقدش حد هيعرف يرد عليك السؤال ده. طالما تم تطهير مريم فرد منها بمخاطية، فلماذا لم يطهر ادم فرد منها؟ ما احنا قلنا عشان ادم الله طهر مستودع العذراء عشان يبقى جسد بلا دنس، والله جاي يفدي البشرية، فالله مش هيتوقف عن ان هو يتولد من العذراء. دي خطوة، بس في خطوة مهمة جدا وهي خطوة الصليب نفسه، هتصلب عشان يفدي البشرية كلها مش آدم لوحده، وكل من سقط وهو كان في صلب آدم، كلنا كنا في صلب آدم. عندي سؤال، ماشي. يا ابن الحلال، سنة وجيس مش هيرد عليك، مش هيرد عليك السؤال ده، السؤال فظيع. ايوه، ايه المشكله؟ ما قلت لك، انت قلت لي النمل اتكلم والحمار اتكلم عادي. ايه تعالى معلم، ماشي. بلغة الانسان لا ترد، وايه المشكله لما بلغة الانسان؟ ربنا قادر على كل شيء وكان عايز يوصل رساله بالعام الصلاه. كل واحد في دين فاكر ان هو الديانه دي نعمه، انا برضو فاكر ان ديانتي نعم الحمد لله. ما جاوبتش، هجاوبك على ايه؟ هو ايه يا جدعان الاسئله هنا غريبه قوي وبسرعه والتعليقات سريعه قوي. بص، عيسى عليه السلام ربنا رفعه قبل ما تصلب، يعني رفع ربنا انقذه. في المسيحيه لا، هو نفسه اتصلب. ومستشار احمد عبد الماهر بيقول ان شبه لهم انه اتصلب، مش شبه لهم انه ما اتصلبش. ده راي مستشار احمد عبد الماهر. لماذا بتعيدوا الأسئلة يا جماعة بعد ما نكون ردنا عليها؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. فيها توافق مع المسيحية دي على فكرة. الله الذي لم يلد هو الابن، والله الذي لم يولد هو الآب، وإحنا قلنا إن الثلاثة هم واحد، ولكن في تمايز ما بين الثلاثة. مع ذلك نصلي من أجلكم ونحبكم على المسيح. علمنا نحب كل العالم مش المسلمين بس، يعني برضه على فكرة. أما أنتم تدعون علينا بصلاتكم الجمعة حتى الفتحة تشتموا علينا، ده ليه؟ لماذا دي قلناها؟ عشان أيوة مش هتفرق، يعني هو اتكلم بلغة ولا لغة تانية برضه. لم يلد ولم يولد، ما قلتلك لم يلد اللي هو الابن، لم يولد اللي هو الاب. زي الثالوث موجود في الاسلام برضو، بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ اشمعنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ هو قال لهم اجوبة على سكول، صدقني بقول له يا جماعة في سان اوف جيسس 96 كان قال لكم جاوبوا، من فضلكم جاوبوا على السؤال اللي يعرف يجاوب جاوبوا عليه. سليمان كان بيفهم لغته بصرف النظر، النملة اتكلمت ولا ما اتكلمتش؟ اتكلمت. والحمار اتكلم في المسيحية ولا لأ، أو في اليهودية؟ اتكلم عادي يعني، عادي يعني.
لا ما احنا، طب ولو والله طهر مستودع حواء فولدت بلاد انس، طب وحواء وادم كان مين اللي هيخلصهم؟ الله ليس له ابناء، الله له الابن ولكن ليس بزواج. البنوة عند الله غير البنوة عندنا. صدقني قريتها، الخطية تم نسفها كده. تم نسفها، بس نسفها نسف تأثيرها وتجديد الطبيعة، ولكن لم تعصمنا من الخطأ. هنعصم من الخطأ امتى؟ مش هيبقى بيخطئ؟ يوم ما نموت وكل واحد فينا يروح بقى، اللي عمل خير واتبع المسيح يروح الجنة الملكوت يعني، واللي ما اتبعوش بقى الله أعلم هيروح فين. السيد المسيح اتصلب، هو كان جاي ليصلب. ديستروز جاوب على السؤال بالفرج عن جيب يا أستاذ. رأفت علي، أهلا. يا سان اوف جيسس، السؤال الإجابة وصلت ما تقلقش يعني. مصطفى مجدي أهلا بيك، ايه ده بس يا عم، ماشي اللي انت كده. عياد أهلا بيك. هو يا جماعة يعني في أكتر من حد بيخش، وبين لي إن انتوا 7 بس ازاي، ولا 7 ده 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15. أوعدكم انتوا ممكن متلاقونيش تاني مع على التيك توك، لأن عينيا ابتدت تزغلل، ففي الأغلب هتلاقوني على اليوتيوب، وأبقى في وقت مش متأخر كده عشان ما بقاش تعبان. فلم ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بناها. ماشي، هو زي الأب وحده هو الذي يعلم الساعة، والابن لا وهو الرب. بطبيعته النيسوتية لا يعلم، بطبيعته الإلهية يعلم. أو بتوضيح آخر بمعنى آخر، أن الله مش عايز يفهمهم الكلام ده، يعني بالطبيعة النيسوتية ما يقولهمش. الطبيعة الإلهية برضه هو اللي عارف، لكن برضه ما يقولهمش. تفسير الطبري مقال الفرق إنه جيب من فين جبتها، لغة العربي الروماني مفيش مشكلة. عدوا السؤال ده، عدوا السؤال ده، أنا عارف السؤال ده محرج، عديها. دكتور راغب أهلا بيك. دكتور راغب أهلا بيك. دكتور راغب دليلك من فضلك. انا قلبي دليلي قال لي في اكتر من دليل. في اللي متابع اللايف من اوله اتكلمت عن حاجه اسمها تبادل الالقاب. تبادل الالقاب في العلم اللاهوت في الكتاب المقدس مقصود بيه ان في حاجات اتقالت تخص الابن وفي حاجات تخص الاب. لا، اللي مركز معايا هيعرف ان في حاجات تخص الطبيعة النفسية لله الابن، وفي حاجات تخص الطبيعة اللاهوتية لله الابن. فممكن يتقال آية مقصود بيها الناسوت وآية مقصود بيها اللاهوت. اما انتوا بتوع 3 في 1 هنبتديها هزار، هتلاقيني بعمل لك بلوك. ولازم لما نتكلم في حاجة علم اللاهوت وخص الله نتكلم بكل تقدير. فرماني تكنيسك حاولت عدم التطبيع مع العرب وهو لا تعلم لغتهم، عشان كده انت ضعيف. صلب شو هيرزق؟ لا هو اتصلب وقام. جيب سماع فاحش ده. القرآن يفسر نفسه السماء ما لها من فروج، يعني ما بيها من جروب. بس انت أحمد عادل ماهي مارو، شكرا على القلب. جوين تمام يا جماعة، أنا عينيا ابتدت تزغلل. هستأذنكم وأقابلكم بكرة، بس لازم من فضلكم
في الأغلب مش هتلاقوني على التيك توك، بابا نوادر. فاللي عايز نبقى في اليوتيوب هيضغط زرار الاشتراك اهو، زرار اليوتيوب اهو في البروفايل واللسات موجودة، تضغط زرار الاشتراك وتفعل الجرس هتلاقوني معظم الأوقات. أقابلكم في فيديو جديد مع قناة دكتور جوستين على اليوتيوب، هنضغطه لأن هتلاقوني معظم الأوقات، لأن أنا حاطط فيديوهات كتير عليه فمعظم الوقت عليه. شكرا، وصلوا لأجلي. على فكرة أخ خالد، قبل ما أمشي، الله